ورجعنا مرة ثانية مشاهدينا في دراسة حديثة عن سمنة الوالدين قبل الزواج وتأثيرها على الأبناء. طبعا معانا ضيفة الفقرة هذه عشان تحكي لنا في الموضوع دكتورة ريما سلمان. هلا فيك يا أهلا وسهلا فيك أخصائية التغذية العلاجية. حياك الله ريما، نورتينا دكتورة. الله يسلمك، يا هلا فيك. جميلة اللي دائما نجي في معلومات جديدة عن ما يحدث اليوم يعني في المملكة أو حتى في خارج المملكة من ناحية التغذية. طبعا احنا محاورنا كثير ريما، وانت بسم الله عليك انسايكلوبيديا بايوت. الله يسلمك. ولكن اسمحي لي والمشاهدين بتقرير عن هذا الموضوع ونتابع. الأم والأب هم العامل الأساسي والمؤثر في حياة وصحة أبنائهم، ومن هذا المنطلق أشارت دراسة حديثة أظهرت أن الرجال والنساء الذين يعانون من السمنة خلال مرحلة الدراسة الجامعية هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين ببطء عملية التمثيل الغذائي، وأن نمط الحياة قبل الزواج يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل. فما حقيقة هذه الدراسة؟ أهلين، معنا دكتورة ريما سلمان. الله يحفظك. أهلين. الدراسة اللي شفناها حديثة ولا لا؟ شوفي، هي دراسة حديثة، وطبعا حتى لو ما كان فيه دراسة هناك غزل، أنت بتحصلي البيبي ده لما انولد بوزن طبيعي، هل كان عنده مشاكل زيادة وزن أو سمنة؟ حطيناه في مجتمع اللي هي البيئة حقته اللي هو البيت، الأم، الأب. البيبي ده مين اللي بيغذيه؟ الأم والأب. الأم والأب من فين بيتعلم وبيشوف إيش طريقة الأكل اللي أنا أتبعها؟ من العادات اللي موجودة في البيئة اللي هو نما فيها. تمام، لما بيبدأ عندنا بتصير العادات في البداية، أنا بسميها العادات الخاطئة. كيف؟ إن إحنا بتبدأ الأم بتبدأ تعطي تغذية زيادة عن اللزوم، تبغى تسمن وتربي بالضبط. أنت لو تشوف البيبي الصغير ده كم حجم يده يا إيمان؟ كتكوتة صغيرة كده، تمام؟ هذا حجم معدته. احنا بنمسك مثلا الرضاعه حقته بيكون لازم ياخذ تقريبا 2 اونز، بنحصل نفسنا ان احنا تبغى الام تعطيه 4 اونز بالعافيه. حرام في الياكل سمنوه. يس يعني سوري، ممكن يرجعها حتى لو ممكن يرجعها، بس هو بيرجع مره واثنين وثلاثه غزل، بس الرابعه ايش بتصير في المعده؟ خلاص تتوسع. فبتبدا هنا مرحله زياده الوزن او عند البيبي نفسه. بتحصلي الامهات صار عندهم مصطلح او معتقد انه كل ما كان البيبي كذا كلبوز وشاطي اوكي، بتحصل انه هو البيبي ده صحه في صحه تمام ممتاز. انا لما جاوا عندي في العياده يجيبوا لي الاولاد مثلا ما شاء الله وزنهم يعني صحتهم كويسه، وعلى الشارت انه هم يجوا لي وزنهم ولدي نحيف. لا تقول لي ولدي نحيف أوكي. مع انه هو الولد، بقول لها طبعا في اسئله انت لازم تساليها للام، بتقولي لها هل ولدك بينام كويس؟ هل ولدك بياكل كويس؟ هل ولدك بيبكي كثير؟ اوكي، بتقول لك لا، في كل الاشياء هذه معناها انه الولد نموه مو صحي. لو الولد ده مثلا اكتف مثلا اكتف كثير، او مثلا ما عنده شهيه للاكل، او ما بينام نهائيا، معناها انه في شيء عضوي عنده في الجسم، فهو عشان كذا عنده مشكله في التغذيه حقته. بس هم الامهات ما يقدرون متى هي عدم شهيه، او لان هي طول الوقت عندها انه هو ما قاعد ياكل كويس. عشان كذا لازم ايمان تحط سكيج، ولا الام والام نفسها تحط سكيج، يعني مش كل ما الولد يقول على طول اروح ان انا اطير رضاعه، لا. عندك تقريبا اذا بيرضع من صدر الام كل نص ساعه لساعه لازم يرضع في البدايه خلال النهار. ليه؟ لانه هو لما بياخذ تقريبا لما بيجي عمليه الرضاعه ما بياخذ الكميه الكافيه حقته، بيتعب. صح. في عمليه ساكينج وعنده عضلات هنا فبيتعب، فعلشان كده هو لازم انه يرتاح والام تريح وبعدين يكمل الرضاعه حقته، عكس الرضاعه الصناعيه. الرضاعه الصناعيه عندك الحليب بينزل في تم الولد على طول، فبياخذ كميه اكثر منها. فاللي طبعا اللي بيولد برضاع طبيعي صح، ولكن اللي بيرضع صناعي بيشبع اسرع. بتحصلي انه الام ايش بتسوي؟ لازم يخلص الرضعه كامله، وهذا خطا. انت مجرد ما الولد سوى كده وطلع الرضاعه ذاتس ات، هو شبع. الولد كده بيقول لك انا شبعت. لا، في امهات بتحايل عليه كمل ايش بيصير ساعتها؟ بيطلع الرضعه الاساسيه لجسمه هو محتاجها والرضعه الزايده. طب هي استفادت شيء كده؟ ما استفادت اي شيء. اما انت لو اعطيتيه الكميه حقته وخليتيه يخضمها ويستفيد منها، وكمان ساعه قدمتي له رضعه ثانيه، كده حيكون بيستفيد منها اكثر. طيب هذا للي اكبر منه. لا، احنا دحين نحكي اللي هم الفتره اللي هي ما بين الشهور لين السنه. بنيجي لبعد السنه، بيجي الام طبعا ممكن في دراسه بتقول لك انه زمان كان بنبدا ناكل الاولاد من عمر 3 شهور لاربع شهور تبداي معاهم بالسيريلاك. طبعا ليش غلط الدراسه هذه؟ لانه الانزيمات اللي في المعده ما بتكون
صار في عندها نمو كامل. متى بتبدا هذه الانزيمات في النمو؟ من عمر 6 شهور لسبعة شهور. فعلشان كده صارت دراسه ثانيه صحيحه علشان نتفادى كثير من امراض الجهاز الهضمي، نحن نبدا نحن ناكلهم. ودائما انا بنصح الامهات انهم يبداوا ياكلوهم ايش؟ يبداوا ياكلوهم فواكه، خضار، مجرد ما يتعودوا على طعم الحالي حيرفض الخضار. اوكي، فلازم اول شيء يدخليهم على الخضار، الخضار وسيرلاك الارز او الارز المطحون، مش السيرلاك اللي هو فيه قمح وسكر وحلى. ما تعودي فم الولد اوكي على طعم الحلو، مجرد ما عودتيه على طعم الحلو حيصير صعب انه هو يستقبل ده. بتيجي لبعد سنه بعد سنه بتحصل الام امتنعت عن كل الاكل هذا، وايش بتصير بتسوي؟ بتطحن من اكل البيت وبتعطي له من اكل البيت. تمام، بتعطي له من اكل البيت، ما عندي مشكله، بس اهم شيء الاكل ده لازم يكون خفيف في الملح وخفيف في الدسم، لسه معدة الولد صغيرة. صحيح. فإحنا قبل ما أنا أضيف الملح الكامل أروح أخذ منه للولد وأعطي له هو. هنا المرحلة اللي بتبدأ عندنا السمنة، في مرحلتين بنسميها هي مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. متى بيبدأ يتأثر في سمنة الأم من الأباء، من الأم والأب؟ من مرحلة الطفولة. طبعا الأم ما بتاكل خضار، ما بتفطر، بتشرب مشروبات غازية كثيرة. الولد ده حيطلع بياكل خضار ولا حيدوقها؟ طلع شبه ماما. شبه ماما بالضبط. يعني دكتورة، هي ممكن هذه الدراسة هنا انه سمنة الوالدين ممكن تأثر على الأبناء، يعني هي في الجينات. بالضبط، لا هي مش في الجينات، هي في العادات. في العادات. طب لو كانوا ناس جينات دب يعني دبب يعني سمان، ايش سبب السمنة؟ هل هي اسباب السمنة هذه عضوية؟ يعني هل هي قصور في الغدة الدرقية؟ هل عندهم نظام الاستقلاب في الحرق بطيء؟ هل عندهم مشاكل عضوية في بنسميها احنا انقسام الخلايا الزايد؟ او هي مشكلة بيئية، مشكلة عادات وتقاليد، مشكلة الغذاء اللي بيتقدم في البيت غذاء غير صحي وكميته بتكون كمان زايدة عن اللزوم. فعندك نوعين، ما نقدر ان احنا دائما نلوم. خليني اقول لك اياها باختصار، في مجتمعنا 1% من سمنة الأولاد يعود إلى المشاكل العضوية، الآباء عندهم مشاكل عضوية، و 99% بيعود على إيش؟ على عادات غذائية. يعني هذا 1% دكتورة يكون لأن الأب والأم أصلا سمام، فيجي كمان البيبي قبل لسه ما يدخل في العادات. أيوة، بس قبل لسه ما يدخل في العادات يكون سمام. أوكي، هم سمان، بس إيش أسباب السمنة حقتهم؟ 1% مقابل 99. هي في جين. أيوة، فيها شيء في جين، جيناتيك. أوكي، معناها الجين ده حينتقل الى الاولاد. فلما ينتقل الى الاولاد بيصير انك عندك، حتى لو انت ما غذيتي اولادك، ما غذيتي الطفل اللي قدامك، هو بيسمن لانه في شيء في الجسم عضوي من نظام الاستقلاب، او انه مثلا مرض الغده الدرقيه اللي هو قصور في الغده الدرقيه، في افراز هرمون الثيروكسين اللي بيخلينا نحرق السعرات الحراريه، عندهم في وراثي في العائله. ولكن السبب زي ما قلت لكم 99% عن البيئة. نرجع للعادات، يعني العادات، يعني اول شيء بتحصلي مثلا الام جات في مرحله الطفوله احنا بنسميها، انتشرت عندنا ثقافة الوجبات السريعة. الأم صارت مثلا كثير من النساء صاروا بيشتغلوا، صاروا عاملات. تمام، بتحصلي ما صارت تركز على نوعية الوجبة، نوعية اوكي، على يلا اي شيء يجي المهم يسد الجوع. تمام، لما بتحصلي الولد ده ما بيلاقي الاكل المعد بطريقه صحيه، وماما جايه من الشغل جايبه معها فاست فود، او جايه من الشغل جايبه مثلا او بتطلب بيتزا مثلا. تمام، الولد ده ايش حياكل؟ من الغذاء اللي هو عالي الدهون. بالضبط، لسه انا دخلت لك فيها، غذاء عالي في الدهون، عالي في النشويات اللي هي اللي بنسميها الكربوهيدرات البسيطه. أيوه. اللي هي بتسبب لنا السمنه. فايش بيصير الولد مهما بعدين قدمتي له الاكل الصحي، صار عنده ادمان على طعم الاكل وهو دسم. أيوه. اوكي، وخصوصا ان هو دائما الوجبات السريعه بيحطوا فيها ماده اسمها مونو صوديوم جلوتاميت، الملح الصيني، اللي هي منكه. تمام، المنكه ده لما فمك ولسانك يتعود عليه بتحصلي انه انت خلاص ما سمعتي. دكتوره، خطر هذه الماده وثبت اثبتت. ايوه، اثبتت كمان. هذه مش مؤخرا، من سنوات، بس مؤخرا صارت في، صار الناس عندهم صار في وعي اكثر، صار في وعي فيها. اوكي، ليش الخطر؟ خطر لانها بتسبب امراض سرطانيه، لانك هي بتحصليها انك انت تتراكم، احنا بناخذها بكثره. يعني مثلا في المجتمعات الثانيه ممكن تاخذيها مثلا مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، تمام، ولكن احنا صارت عندنا مكعبات الطبخ هذه اللي الناس متعودين عليها. تمام. أيوة. اللي بيحطوها في كل شيء. تمام، والعلب هذه هي زي اوكي، انا اي دونت لايك انه اقول اسماء شركات لانه الناس كلهم عارفينها. مثلا الاندومي بالخلطه حقته. تمام، ايش اللي بيصير فيه؟ الاندومي من جد خطر ده. اوكي، يا هو من زمان خطر بالخلطه حقته، الخلطه. أيوة. هو نفسها باستا. ايوه اوكي، ممكن انك تجيبيها صحيه اوكي، ولكن الخلطه حقته اللي فيه المونو صوديوم جلوتاميت، الملح الصيني، هو اللي بيخليها انتقلت كمان
كمان ثقافه انه سمنه الاباء صار يقولوا عليها ان هي علشان ده ابن الشغاله. فهمتوني في المصطلح ده؟ تمام. هل الام حتهتم في تغذيه الولد اكثر ولا الشغاله؟ الشغاله على عادتها على تقاليدها. هي متعوده تاكل رز الصباح او متعوده تاكل اندومي، اوكي ايش حتغذي الولد ده؟ اندومي ورز. بتحصلي صار في عندنا جيل دحين، اوكي دامه انا بنتي تاكل اندومي الصبح. ما انا اقول لك جيل دحين عندنا الصباح، اوكي بتحصلي انه صار بياكل فطور غير فطورنا اللي احنا متعودين عليه، اوكي. أيوة صح. فهذا كمان احنا ثقافه انتقلتنا من مجتمعات عندنا غريبه صارت عندها. طيب كيف نحل المشكله؟ احنا دحين بنقول المشكله والام عندها سمنه والابو عنده سمنه. نحل المشكله دي اعزائي المشاهدين مع دكتوره ريما بعد الفاصل. من جديد مرحبا فيكم مشاهدينا، ما زال حديثنا عن سمنة الوالدين كارثة للأبناء. حياك الله من جديد ريما. يا هلا يا إيمان. يعني هذه الكارثة والحلول، احنا حكينا من قبل الفاصل بالكارثة. صح. الحلول أعطينا الحلول دحين، احنا لما بنبدأ نقول الولد ده سمين نبغى نحل مشكلته، هل نبدأ في الولد ولا نبدأ في مسببات السمنة؟ الأم والأب. والأب ما تحطي اللوم كله على فقط على الأم. ليه؟ لأنه أنت عندك مدرستين في البيت، والولد ده مرات يا حرام بيصير عنده انفصام في الشخصية. مثلا بتحصلي الأب صحي أو الأم صحية، والولد والأب والأم عكسه. والأم عكسه تمام. فالولد ده بيتلقى معلومة من هنا مضر، بيتلقى من هنا يا شيخ كل ما احنا واحنا صغار كنا بناكل ما في مشكلة، وانت بتتحرك وبتلعب. ايوه ويا ريت الجيل ده صار يتحرك ويلعب زي جيلنا زمان. اوكي يا ريت كله على سميتها دحين جيل التكنولوجيا، اوكي رياضة المفاصل ما هو الرياضة البدنية حقتهم. طيب بيجي عندنا، طبعا لما بتيجي عندي مثلا أم بجايبة ولدها أو بنتها بتقولي ريما رجاء أبغاك أنك تساعديني عشان ننزل وزنه، أقول له أنت لما تقولي لي أساعدك معناها أنت وأبوه لازم تكوني معاه في البرنامج، علشان الولد ده إذا أنت ما غيرتي عاداتك الغذائية، أبوه ما غير عاداته الغذائية، الولد ده حيكون مظلوم في البيت. يكون في خصوصا من خصوصا أنت عندك ولدك، في أعز عندك من الولد أو البنت اللي أنت بتجيبهم؟ يعني بيدخلوا بيسووا معاكي مثلا، يبدأوا معاكي الجدول الرياضي أو الدايت. إذا هم فعلا فعلا مهتمين في أبنائهم حيسووا الشيء ده. حينطبق على كل أفراد العائلة. حينطبق على كل أفراد العائلة. وهذه نقطة مهمة مرة يا إيمان، مثلا عندك 4 أولاد، 2 منهم سمام و2 نحاف، والأم ولا الأب عندهم مشاكل، واحد نحيف وواحد سمين. حيجي مثلا الولد السمين ده نبغى نحن نمشي على نظام حمية، أكبر غلط تسوي، أكبر غلط إنك أنت تحطي الأكل حق الحمية السمين قدام السمين، والنحيف ده تقول له أنت كل يا بابا اللي تبغاه. طب ده نفسية الولد، ده نفسية. لازم يكون عندنا زي ما نقول إحنا تيم، لازم يكون إحنا مجموعة، دعم نفسي دعم معنوي تسابورت كل العائلة، تسابورت إيتش أذر. فأنا بقول لهم أول شيء شايفين الحمية هذه، شايفين الكوك بوك حقي اللي هو كتاب وصفات الطبخ الصحية، اللي أنا بعطيه لهم بعطيه بطريقة إن هو فيه حتى البرجر، فيه الفرنش فرايز، فيه الشاورما، فيه كل الأكلات، ولكن بطريقة هذا اكلكم كلكم. okay. فلا انت ما بتسوي له مثلا قطعه وتقولي له خذ، لا انت لما بتسوي الطبق لكل العائله وبيبدا ياكل منه، معناها انه الحل يبدا من فين؟ من الاب والأم على انهم يغيروا العادات الغذائيه حقتهم، يبداوا يمارسوا النشاط الرياضي، مش النشاط اللي هو الجلوس على الكنبه ومشاهده دائما تلفزيون، ما عدا برنامج سيدتي يشاهدونه بس همزتنا قبلها وبعدها يقوموا يتحركوا. طيب حنيجد عندنا ثقافه ثانيه او مثلا شيء ثاني يساعد فيه الولد. اوكي ده في شيء بيسموها بوند او انه علاقه بين الام والبنت، وبوند بين الولد والأب. أنا دائما بقول الولد اللي هو عنده مشاكل في السمنة حساس مرة ومرة بيتضايق، أوكي، وخصوصا أنه لما بيتعرض لتنمر في المدرسة من الأولاد على وزنه. تمام. طبعا إحنا للأسف 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 اللي بيروح يوصل أولاده على المدرسة هيوقف يشوف الطابور الصباحي اللي قدامه، هيحصل النسبة الأكبر هم لأطفال سمان ولا لأطفال طبيعيين؟ حاليا سمان. سمان ليش؟ لأنها بدأت زي ما قلت لك في تغيرات كثيرة في العادات عندنا، عشان كده صار عندنا مشكلة في السمنة. فإحنا بنقول دائما إن إحنا لما البوند هذه إيش نسوي فيها؟ خلي الأم تخرج مع بنتها دائما مطاعم عشان تعلمها كيف، حتى احنا عاملين حميه بس مش معناها ان احنا ما نخرج مطعم. لما نخرج مطعم ماما لازم نختار كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الاختيارات الصحيه، وهذه الاختيارات اللي بسميها نوتي. الاختيارات اللي هي مثلا تكون غير صحيه مره بالاسبوع ممكن ناخذها. انا مش مع مبدا الحرمان. الشخص اللي يحب الوجبات السريعه ممكن ان هو ياكلها، الشخص اللي يحب الشوكولاته ممكن ان هو ياكلها، ولكن الكميه
والوقت حقها. المشكله نحن عندنا الكميه مفتوحه والوقت ما في عندنا وقت محدد، يعني خصوصا الناس اللي ما بيتناول وجبه فطور، الناس اللي ما بيتناول وجبات خفيفه علشان يعملوا عمليه تنظيم لهرمون الانسولين في الجسم، فبتحصيهم على مدار اليوم كل شويه بياكلوا اشياء كلها عاليه في السكريات وعاليه في الدهون، عشان هي دي اللي بتحسسهم بالراحه، بتحسسك بالراحه. لا، تنظيم الوجبات مهم جدا للام والاب، كده الولد هو حيتوارثها. ايمان من شويه كنا بنتكلم تحت الهواء وقالت لي على موضوع الخضار والفواكه. الأب والأم اللي ما بياكلوا خضار وفواكه، كيف تتوقعوا من أولادكم حياكلوا خضار وفواكه؟ يعني ابدأ أنت من نفسك. ابدأي من نفسك. لما تيجي واحدة تقول لي ولدي ما بياكل السلطة نهائيا، بسألها أنت بتاكلي سلطة؟ أنت بتعدي سلطة؟ تقول لي لا ما أحبها أبدا. طب هو بيشوف أنا بسمي الأولاد من الصغار زي البغبغانات، شفتي البغبغان كيف بتعلمي؟ أوكي؟ هو كده بالعكس بتروضيه شيء حلو، أنت لما بيشوفك بيسوي، حتى لو مثلا داق مثلا البروكلي، في مثلا أطفال كثير ما يحبوا طعم البروكلي. لما هو من صغير أنت جهزتي لسانه على طعم البروكلي وبتاكليه قدامه، مرة عملوا كده حطوا ثاني مرة حياكله. فدائما الام والاب اذا ما كانوا بياكلوا خضار الفواكه الاولاد ما حياكلوها، والام والاب اذا دائما بيشربوا مشروبات غازيه اولادهم حيشربوها، واذا موجوده عندهم في البيت. اكبر غلط لما انت تحصلين مشروبات غازيه موجوده في الثلاجه وتقول له ممنوع تاخذ من ده. طب يا بابا ما هو انا بسوي كده دكتور، اذا عاده غير صحيه. بس مثلا ما يرضوا، يعني مثلا في اطفال ما يرضى انه ما يشرب مشروبات غازيه. اوكي، اول شيء قولي لي كم عمرهم؟ خلينا نقول مثلا 8-9 سنوات. 8-9 سنوات، قبل كده المشروبات الغازيه هذه موجوده في ثقافه البيت عندكم؟ ايوه الى حد ما. اوكي، معناها تعلموها من جوا البيت، معناها انك انت لازم كنت من سن اصغر تنتبهي، يعني انت مثلا اقول لك سنه سنتين مش يعني من 3 سنوات ل4 سنوات بيبدا يشوف ويبغى ولسانه بيبدا يتعود، خصوصا لما يدوق طعمه. واحنا قلنا في شيء اسمه ادمان للسكريات يا جماعه، في ادمان للدهون، فانت مجرد ما تعود عليها خلاص. ليش اغلبهم دكتوره دحين صاروا فعليا مدمنين هذه المشروبات الغازيه؟ يعني نفس الجواب اللي جاوبت الغزل، بس انه احنا اللي ساعدنا في الشيء ده. لا يعني طب خليكي، بس انا ما بجيبه مثلا، او انه انا قطعته عن البيت. أيوه. بس ممكن مثلا يقول لك انا ابغى بيبسي، او بيشوفه عند اصحابه مثلا. بيشوفه عند اصحابه، بس هو عارف انه حياخذه وان سويك. هو بيروح عند اصحابه كل يوم، عايش فين كل يوم؟ في البيت، في الكون، في الكون حقه اللي هو المنزل. وانس ا ويك او مره واحده في الاسبوع بيروح بيزور صاحبه، بياخده مره بالاسبوع. هو ده اللي انا بقول عليه الثقافه اللي انت تقولي عليه، اوكي مره بالاسبوع، بس الغلط الكبير لما يكون الشيء ده موجود في البيت بصفه يوميه. فبالتالي ابداوا من انفسكم، بيبداوا من انفسكم بالعادات. يا ام يا اب اللي ما بتناول وجبه، فين كاميرتي هنا؟ اللي ما بتناول وجبات فطور، اوكي، وتبغوا اولادكم ياخذوا وجبه فطور، انتوا لازم تاخذوا. اذا ما بتاكل خضار وفواكه، كل خضار وفواكه وتشربوا مويه وتمارسوا الرياضه، حتحصلوا ما في سمنه عندكم في العائله، والصحه صارت احسن. فاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا.